هطلع مع حضراتكم لقاء مهم جدا مع بنتنا الجميلة آلاء أشرف. هي بنت بتحب الغنى ويعني بصراحة صوتها جميل جدا، وهي لسه بتبتدي وحابة تكمل في الموضوع ده، وبصراحة أهلها بصراحة بيدعموها جدا، وهي صوتها حلو قوي وبترقص باليه وبترقص، يعني بصراحة موهبة جميلة جدا. نطلع نشوفها مع بعض. اسمك ايه يا حبيبتي؟ آلاء أشرف. ازيك يا آلاء؟ أهلا بك. انت بتحبي الغنى طبعا، هل مشتركه في الاوبرا او حاجه؟ الاوبرا لا لسه، بس هبدا اشترك فيها. امال انت مشتركه في ايه حاليا؟ حاليا مع استاذ محمد، تمام، وفي استعراض فين؟ استاذ محمد نادي شباب النصر. يعني انت في نادي شباب النصر. طيب انت بتغني من زمان ولا لسه الموهبه دي عندك باكتشافها جديد؟ لا لسه، يعني تاني سنه. طب انت بتعاني من ايه؟ اعاقه بصريه. بس انا شايفاكي يعني ما شاء الله شايفاني وكده، بس يعني انت بتعتمدي على عين واحده مثلا؟ على عين واحده بس. انت في سنه كام دلوقتي؟ دلوقتي داخله ثالثه ان شاء الله. داخله ثالثه اعدادي. طيب انت بقى سمعت ان انت بتحبي الغنى وشاركتي في الحلم المصري وشاركتي في عده مسابقات، يعني عايزه اعرف بقى واسمع انا، اقيم بقى الصوت ده والجمهور يقيم معايا. ينفع تسمعيني حاجه بقى النهارده؟ أبدأ. اتفضل بصي للكاميرا. يا نا في حبيبي يموت، انا موت انا لحبيبي، اموت انا بلهيبي يا عذابي، وحبيبي مداريب وعلشانه اموت انا. يا نا تعبني، يا نا سايبني للعذاب يزهر عليا والسهر يتسلى بيا، لو صحيح مش داري بيا اللي بتتلفت عليا، واما بتقابلك عينيا ليه بتهرب من عينيا، واموت انا بلهيبي يا عذابي وحبيبي مدايب علشانه اموت انا. غني كمان اغنيه كده جميله. هغني نروح منك يا عين. ماشي اتفضلي. نروح منك يا عين، هيروح من قلبي فين؟ نروح منك يا عين، هيروح من قلبي فين؟ ده القلب يحب مره ما يحبش مرتين، ده القلب يحب مره ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين. الحب اللي في قلوبنا الناس فاكرينه ايه؟ ده شاغلنا مهما توبنا ولا حلفنا عليه. الحب اللي في قلوبنا الناس فاكرينه ايه؟ ده شاغلنا مهما توبنا ولا حلفنا عليه، ومهما بعدنا عنه نسيانه اقوى منه، ومهما بعدنا عنه نسيانه اقوى منه. وتخافي ليه يا عين، هيروح من قلبي فين؟ ده القلب يحب مره ما يحبش مرتين، القلب يحب مره ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين.
الله الله، صوتك جميل، وكمان لما انتي لسه هتتدربي اكتر واكتر وتدخلي الاوبرا هتبقي فنانه بقى من فنانات الزمن الجميل، هتنافسيهم ان شاء الله. وطبعا هتنافسيني انا كمان عشان هتطلعي اعلاميه، انتي قلتي نفسك تطلعي اعلاميه. ان شاء الله. طب ايه رايك بقى عشان انتي نفسك تطلعي اعلاميه تختمي البرنامج النهارده؟ تحت امرك. اختمي بقى، يلا هتقولي بقى ايه؟ واشوفكم في حلقه جديده من برنامج ماما شادو. اشوفكم في حلقة جديدة من برنامج ماما.